كلما نكبر يكبر جسمنا معنا، بالإضافة إلى أفكارنا ومشاعرنا التي تتغير مع الوقت. فلنكتشف معاً ما هي أهم التغيرات التي تحدث في جسمنا عندما نكبر. تبدأ التغيرات في الجسم لدى الفتيات قبل الفتيان بفترة وجيزة، وهي تحدث ما بين عمري 10 و14 سنة، وقد تستمر حتى سن 20 كما هي حال النمو. يجب ألا ننسى أن هنالك دوماً فرق ما بين فتاة وأخرى. لا تحدث هذه التغيرات بنفس الوقت للأشخاص من نفس العمر ونفس الجنس، وهذا أمر طبيعي للغاية. من المسؤول؟ الهرمونات هي المسؤولة عن التغيرات التي تحدث في جسمنا. ما هي الهرمونات؟ الهرمونات هي مواد ينتجها جسمنا. تتمتع هذه الهرمونات بوظائف مهمة جداً، واحدة من هذه الوظائف هي نمو الجسم. ما الذي يتغير؟ ينمو الصدر ويتعرق الجسد أكثر، وقد تتحول بشرة بعض الأشخاص إلى بشرة دهنية، كما ينمو الشعر تحت البطن وتحت اليدين. وتبدأ في هذه المرحلة الدورة الشهرية، فيتساقط القليل من الدم من المهبل، ونسمي خروج الدم إضافة إلى سوائل أخرى مرة بالشهر العادة الشهرية التي تدوم عدة أيام ما بين 3 و8 أيام. لا يجب أن نشعر بالحرج خلال الدورة الشهرية، وهذا ما يسمى بسن البلوغ. هذا أمر طبيعي وعادي، وعلى الفتاة أن تكمل حياتها بشكل طبيعي. عندما نختبر العادة الشهرية للمرة الأولى، من المفضل أن نخبر والدتنا أو أي شخص نثق به ليعلمنا كيف نعتني بأنفسنا خلال هذه الفترة. تستخدم الفتاة الفوطة الصحية على ملابسها الداخلية لتمتص الدم، ومن المهم تبديل هذه الفوطة الصحية كل 2 أو 3 ساعات. من أين نحصل على الفوطة الصحية؟ يختلف موعد العادة الشهرية ما بين فتاة وأخرى، وهذا أمر طبيعي. في بعض الأحيان تبدأ العادة الشهرية بعمر 16 سنة. هل من الممكن أن تتغير مواعيد العادة الشهرية؟ هناك احتمال أن تتأخر العادة الشهرية بالفترات الأولى، إذ أن الجسم بحاجة إلى وقت ليعتاد عمل الهرمونات والدورة الشهرية. كما يمكن أن يتغير موعدها بسبب صدمة نفسية معينة، أو التعب وسوء التغذية والالتهابات والسفر والتوتر. في حال اختبرنا أمراً مماثلاً، يجب أن نخبر والدتنا أو أي شخص نثق به أو الطبيب. يصبح الحمل ممكناً عندما تصل الفتاة إلى سن البلوغ، لكن الحمل للفتيات ما دون سن 18 سنة يشكل خطراً عليهن وعلى الجنين. ماذا يجب أن نفعل عندما نصل إلى سن البلوغ؟ يجب أن ننتبه لصحتنا لكي نحمي أجسامنا. كيف نحمي جسمنا ولماذا؟ قد يتعرض الجسم لمخاطر أو أمراض، ولذلك يجب أن نتعلم كيف نحميه ونعتني به. لنعرف أكثر كيف يمكننا أن نحافظ على صحتنا، يجب أن نتعرف إلى جهاز المناعة. ما هو جهاز المناعة؟ هو الجهاز الذي يدافع عن جسمنا. يتألف هذا الجهاز من خلايا وأعضاء مختلفة تعمل كالحراس لتدافع عن جسمنا وتحارب الجراثيم التي يمكن أن تسبب لنا الأمراض. كيف يمكنني أن أقوي هذا الجهاز؟ للمحافظة على صحة جيدة وتقوية جهاز المناعة، علينا أن نغسل أيدينا جيداً بالماء والصابون لنتخلص من الجراثيم بعد كل نشاط نقوم به. نتغذى بشكل سليم ومتوازن، وننام بشكل كاف ليرتاح جسمنا. نمارس الرياضة، نحافظ على نظافتنا، نستحم، ننظف أسناننا، وننتبه كثيراً من الفطريات. الفطريات؟ الفطريات هي أجسام صغيرة جداً لدرجة أننا نعجز عن رؤيتها. قد تنمو هذه الفطريات في منطقة حساسة وتسبب لنا إزعاجاً وحرق وإفرازات ورائحة كريهة. كيف يمكننا التخلص منها؟ نجد الفطريات في الأماكن الرطبة من الجسد، وعدوها الأكبر هو المنشفة. ولنحمي أنفسنا منها، يجب أن نجفف جيداً المناطق الحساسة لنمنعها من النمو. على الفتاة أن تمسح وتنظف عضوها التناسلي من الأمام إلى الخلف لتحافظ على نظافته وتتجنب نقل الجراثيم إلى المهبل. لم تخبريني عن التغييرات الأخرى، نسيت اسمها. تقصدين تغيرات بالمشاعر والتفكير؟ جسمنا ليس الوحيد الذي يتغير، فإحساسنا وتصرفاتنا تتغير أيضاً. أغضب بسرعة، أنزعج من التعليقات حول شكلي، أو أشعر بالقوة وأتمتع بثقة أكبر لأنني أصبح قادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما هو غير ذلك. التعبير عن مشاعرنا يريحنا ويشعرنا بالرضا عن أنفسنا، ويسمح للأشخاص أن يفهموننا أكثر. لا يجب أن نشعر بالخجل عندما نعبر عن مشاعرنا ونعرض رأينا، فهذا من حقنا، ولكن يبقى الأهم ألا نزعج الغير عندما نبدي رأينا. هل من شيء آخر يجب أن أعرفه؟ بتنا نعرف كيف نهتم بجسدنا ونحميه، ويجب أن نعرف أيضاً كيف نحمي أنفسنا. كيف نحمي أنفسنا؟ لحماية أنفسنا يجب أن نميز بين اللمسات،
اللمسة أو النظرة المريحة واللمسة أو النظرة غير المريحة. كيف يمكن أن نميز بين اللمسة المريحة واللمسة غير المريحة؟ ماذا يعني ذلك؟ اللمسة أو النظرة المريحة تشعرنا بالأمان والحب والسلام، ولا تشعرنا بالانزعاج أو بعدم الارتياح. اللمسة أو النظرة غير المريحة هي عندما يلمسنا شخص ما أو ينظر إلينا فنشعر بعدم الارتياح وبالانزعاج، ونشعر بالرغبة بأن يتوقف الشخص عن القيام بهذا السلوك. ولكن نعجز في بعض الأحيان عن التمييز ما بين اللمستين، ماذا نفعل عندها؟ هناك لمسة لا نعرف إن نعتبرها مريحة أو غير مريحة، وهي عندما نشعر بإحساس غريب لا يمكننا أن نفهمه. قد نشعر في البداية أن هذه اللمسة مريحة، ثم بعد فترة نشعر بشيء غريب أو غير مريح فنرغب أن يتوقف، خاصة أنه في بعض الحالات يطلب منا أن يبقى الموضوع سراً. كما يمكن أحياناً أن يقوم شخص نحبه بلمسنا بشكل لا نعرف إذا كان مريحاً أم لا، ويشعرنا بعدم الارتياح. ماذا نفعل إذن؟ كيف نواجه اللمسة غير المريحة؟ أتكلم وأعبر عن انزعاجي بصوت عال وواضح، ونحاول أن نخشى الشخص الذي يلمسنا. نطلب منه التوقف فوراً ونوضح له أن لمسته مزعجة. أخبر شخصاً من الذين أثق بهم. إذا شعرت بخطر كبير يمكن أن أصرخ أو أرقد أو أهرب من المكان. رسالة أخيرة، من حقنا أن نعبر عن آرائنا ونتخذ قرارات شخصية ترضينا، كما أنه من حقنا أن نحمي أنفسنا من التحرش ونرفض كل ما يسبب لنا بالأذى النفسي أو الجسدي.